السلام عليكم البنات. اليوم جيتكم مخمر صغير كما تشوفوا. انا هنا عندي الزرع والفين درتهم قادين، درت معاهم معلقه سنيده، معلقه ديال الملحه، وغادي ندير فيهم خماره وغادي اللي تنديرو باش نخمروا الخبز. ندير كميه صغيره جدا، ومن بعد نبدا نخلط في الخليط ديالي، نعجنها ندلكها مزيان ونخليها ترتاح. كما تشوفوا البنات العجينه ديالي مرخيه مزيان وتجيني سهله في التولاد. كما تشوفي انا تنولد دوك الخبزات الصغار، غنخليهم مره اخرى يرتاحوا من بعد ما نغطيهم بزيف او ميكا نقيه ونخليهم يترخاو، عاد نبدا نشكلهم على الطريقه ديالي انا. هانتوما تشوفوا معايا، انا هنا عندي الزيت وعندي الزبده دايره سونترال، زبده زوينه، وعندي السميده اي الفينو ولا الطحين ديال الفينو. كما تشوفوا البنات بديت ترخي العجينه ديالي، ترخيها بالزيت وتندير عليها الزبده. كما تشوفوا العجينه ساهله الترخى، هذا دليل على ان العجينه ديالنا مدلوكه مزيان. فاش نرخيها بالزيت هي اللي تبقى تساعدنا باش ما تقطعش، وتنضيف سميده اولا الفينو الزرع او السميد الرقيق، وتندير الزبده وتنضرخي. فاش نبدا نشكل هاد المليويات هادو ما تنبقاش نزير يدي في التلويه بهذه الطريقه هذه. كما تشوفوا تتكون يدي مرخوفه باش يعطيني ديك التوريقه، فضروري انني ما نزيرش يدي. كل ما زيرت يدي كل ما تيجي معجن من تبقى تلوي بطريقه مرخوفه. تنخليهم على هذه الطريقه حتى يرتاحوا، عاد نبدا نعجن فيهم. كما تشوفوا البنات انا تنبقى متبعه نفس الطريقه ديالي حتى تنكمل دوك المخمرات كاملين، وغادي نبقى نخبز فيهم ونطيب. كما تشوفوا ساهله، ماشي شي حاجه كبيره، ماشي شي حاجه يعني صعيبه، يعني للمبتدئات هذه طريقه زوينه وسهله. بسم الله على بركه الله نبقى نشكل في المخمرات الصغار، تيجيو رائعين، تيجيو في واحد اللون رائع هانتوما غتشوفوا معايا. اذا نبداو على بركه الله، نبداو في الطياب ديالهم. انا تنطيبهم على المهل. كما تشوفوا البنات انا غنبقى تندير نفس الطريقه حتى نكمل المخمرات الصغار ديالي، غنبقى غدا على هذا الشكل. كما تشوفوا انا ما درتش المقله الثقيله، فضلت ندير هذه تطيب تعطي واحد اللون وما تتهزليش الوقت ديال الطياب كتير يعني، وتنطيب على المهل على خاطري. بالنسبه للبنات اللي اول مره غادي يديروا مخمرات صغارين فهذه طريقه سهله جدا كما تشوفوا، فهما ما تاخذوش بزاف الوقت وطريقه سهله. الحاجه الوحيده اللي نوصي بها هو ان ديري طحين زوين اللي غادي يساعدك ما غيعذبكش، يعني يكون الفينو زوين، ويستحسن انك ديري طحين ديال الحلوى فتيجي رائع. وبالنسبه للمقله كما تشوفوا انا ما درتش المقله الثقيله، فضلت ندير هذه المقله الكبيره تتهز الوقت ديال الطياب وتدير الحراره، ففضلت ندير غير هادو اللي رقاق ديال الطيفال، ساهلين وزوينين ما نديروش عليهم. كما تشوفوا انا مره تنقص من البوطه. هادو هما المخمرات ديالي غنبقى تنكملهم. كما تشوفوا رائعين في اللون ومقرمشين، تيجيو رائعين. بالنسبه للبنات المبتدئات هذه طريقه رائعه اللي تبعتوها كما درت انا، هتعجبكم وعشركم مبروك. الى عجبكم هذا الفيديو ديروا ابوني وبارطاجيو جيم.